والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة في درس جديد على قناة يوسف فوتشوب توتوريالز. في درس النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نعمل إيديت رهيب. وحشتني أيام الإيديت. كل اللي عليك تعمله هو تابع معايا الدرس. قبل ما أبتدي الدرس أحب أقول شوية حاجات كده. أول حاجة طبعا هي إني آسف جدا على إني ما ردتش على الكومنتات اللي كانت على الدرس اللي فات، لكن قريتها كلها والله العظيم، أول كومنت لآخر كومنت. طبعا بلاش حلفان عشان أكيد في كومنت وقع مني. تاني حاجة عايز أقولها بجد شكرا جدا جدا للكلام الجميل اللي أنا قريته على كومنتات الدرس اللي فات ده، بجد كلام جميل وحسستوني مبسوط بيه بصراحة، إن حاجة حلوة ما شاء الله. كمان جالي في وقت أنا كنت محتاج فيه حاجة حلوة زي دي. والحاجة التانية اللي عايز اقولها هي طبعا احنا في شهر اكتوبر، يعني مدارس وحاجة تضايق، فتحياتي لكل طالب بيتفرج عليا من التليفون او من الكمبيوتر، تحياتي لكل واحد مخلص اللي وراه وبيتفرج عليا حتى لو كبير، تحياتي للي عنده فرق توقيت عن مصر، يعني فرق توقيته مختلف، يعني لكل بلد بتشوفني. ولو انت عربي بس في بلد اجنبي يا ريت تقولي انت منين تحت في الكومنتات. وتحياتي او مش تحياتي بصراحة للي مأخر حاجة عليه وداخل يتفرج عليها دلوقتي، اوعى تأخر حاجة عشان خاطر فيديو على اليوتيوب، لكن تحياتي ليك برضو لان انت يعني كبرتني، فيعني الله يخليك. تمام يلا بينا نبتدي الدرس بتاع النهاردة. تمام ده قبل وبعد. تمام اول حاجة انا اخدت كوبي من الصورة وفتحت كاميرا رو فلتر، اساسي شوية بصراحة في الدرس ده كاميرا رو فلتر. نظبط شوية في الإضاءات، غامق وفاتح كده. الشاشة باللونها بيتغير معايا كده ازاي وانا بلعب في الوايتس والبلاكس، ببقى دايس الت وانا بحرك المؤشر، وهعلي الكلاريتي شوية والفايبرنس شوية. يعني هو بصراحة الموضوع مش قرآن، يعني هو الموضوع ذوقي شوية، اللي بحس انه بيعجبني بعمله. تمام اغلب الصورة ازرق فحبيتني العب في الازرق، بحب اخلي الازرق دايما لونه فيروزي، والبرتقاني اخليه باين ان هو برتقاني محمر شوية قوي كده، يعني لان دايما البرتقاني والفيروزي لونين قويين قوي مع بعض. تمام دلوقتي بعلي الشاربن شوية بتاع الصورة او حدة الصورة، ان اخليها ما تبقاش يعني ما بكسلها او مزغللة شوية. دلوقتي انا بعمل الكيرفز، بضيف شوية اللي هو البهتان اللي في اللون الاسود ده او الفيد. تمام النتيجة دلوقتي احسن بكتير من الصورة وهي في الاصل. دلوقتي هختار من كاميرا، هختار قصدي ادجستمنت واسميه كالر لوك اب، هو اصلا كالر لوك اب، واختار منه فيلم ستوك وكمان ليفلز عشان اضيف تاني لمسة الفيد اللي بقول عليها ديت او بهتان اللون الابيض والاسود. قائمة الادجستمنت هي الدايرة الابيض في اسود اللي تحت خالص على اليمين، او ممكن تجيبها لوحدها منفصلة زي اللي عندي كده فوق قائمة الليارات. تجيبها منين؟ من قائمة ويندوز فوق او ويندو. تماما دلوقتي عملت نيو لاير، وهجيب دلوقتي فرشة الدخان اللي هتلاقيها مع الملحقات تحت في الديسكريبشن ان شاء الله، وهعمل دخان لبني ودخان برتقاني عشان زي ما بقول الفيروزي او اللبني يعني والبرتقاني الاتنين بيعملوا شكل جميل في الصورة مع بعض، هما الاتنين يعني اسمهم الوان ضد بعض فبيدوا شكل جميل في الاخر. تمام دلوقتي عشان ادي بعد في الصورة شوية فما ينفعش يبقى كله فوق بعضه، فانا دلوقتي عايز اقص السور من الصورة وعايز اعمل دخان وراه، فده بيديك وهم كده شوية ان الصورة فيها بعد، ان الصورة في قدام وورا وابعد واقرب، فاهم انت؟ يعني بتدي احساس حلو للصورة 3D شوية. ومش بقص بالبنتو لو حاجة لان مش ما حسيتش ان هي محتاجة دقة للدرجة دي، يعني لو القص مش قوي مش مهم قوي لان هي يعني
مش انا مش محتاج اقص احترافي قوي، حتى انا كمان ما قصيتش الجسم كله من الرجل للراس، لا انا بقص بس الحته اللي انا هعمل فيها الدخان بس كده. تمام، انا بعد ما قصيت وانا عامل على النيو لير ده، دوست على رسمه الماسك اللي تحت، وانا دايس الت دوست على رسمه الماسك اللي تحت، او لو ما دوستش الت عادي ممكن تعمل انفرت زي ما شفت دلوقتي، وعملت مود اللاير دخان. اي لاير دخان انا بعمله بخلي المود بتاعه لينير دوج اد بس، وضفت لمسة برتقاني كده، شوف الشكل عامل ازاي. تمام، انا ضميتهم كلهم في لاير واحد عن طريق الت كنترول شيفت اي، وهاخد منها كوبي تاني، وهفتح كاميرا رو فلتر تاني، وهزود دلوقتي الفايبرنس شويه عشان بيلعب على اللون اللبني بطريقه او الفيروزي بطريقه رهيبه، فانا دلوقتي عايز ازود عايز العب في الالوان تاني. وزي ما قلت موضوع اللعب في الالوان نخليها لونها فيروزي شويه محمرر شويه مش عارف ايه، ده ما بقاش حاجه انا محددها وانا قبل ما ابتدي شغل، لا خالص دي حاجات كده يعني بتيجي وانا بشتغل. عملت نيو لاير دلوقتي تاني، وهجيب دلوقتي فرشه عاديه خالص بقى مش دخان، هجيب فرشه ناعمه. تمام، وهخلي المود بتاعها كالر دوج، وهدوس دوستين على اللاير ده، وهشيل العلامه من على ترانسبيرنت مش عارف ايه دي بتضيف ايه. انا دلوقتي عايز اخلي الحته المنوره دي، قصدي الحته اللي ورا دي، اخليها مضيئه شويه، لان في العادي النور لازم يبقى متوهج كده زي ما انتم شايفين. فانا دلوقتي بزود بعض الاضاءات شويه بس، ده كده توهج بس مش هيضيف اضاءه مشعه حواليها. وهنا الشاشه اللبني اللي ورا دي زودتها برضو شويه. عملت نيو لاير تاني بقى، وهخليه لينير دوج، وهعمل ساعتها بقى بالفرشة، الفرشة الاوبستي بتاعتها 20 لو اللي بيسأل اهو. بص هوسع الفرشة عادي واعمل ان الاضاءة عالية كده، الاضاءة بتبقى حلوة، انا بصراحة بحب اضيف الاضاءات دي في الشغل بتدي شكل حلو يعني. وهنا برضو على الشاشة اللبني اللي ورا واللمبة البرتقاني دي، وبيبقى شكلها واقعي جدا. انا دلوقتي كبرت الفرشة وضفت الإضاءة دي، جمعت الليرات كلها تاني Alt Control Shift E، وجبت من قائمة الأدجستمنت سوليد كلر وخليته لونه أبيض، وهخلي الأوباسيتي بتاعته 20%، وهختار كمان من الأدجستمنت الكيرفز أو المنحنيات دي، وهغمق قوي عشان آخد برضو شكل جديد من الفيد اللي أنا لسه بقول عليه ده، اللي هو أو إنه اللون يبقى باهت شوية مش أسود خاطب. وعملت لاير تاني وخليته لينير دوج تاني، وبالفرشه هزود الاضاءات اللي انا لسه عاملها تاني، لان بصراحه شكلها بيحلو كل ما بتزيد. وجرب ما تخافش خالص وانت شغال، جرب يعني. انا مش داخل بيه مسابقه التصميم ده، انا اصلا كنت هعمله واشيل، لكن جت في بالي فكرة ان انا اصور، ويا رب حد يستفاد من الفيديو ده. ولو استفدت من الفيديو ده فعلا ما تنساش تكتب يعني تعمل لايك للفيديو وتعمل شير، وبصراحة انا اتبسطت وانا بعمل الفيديو ده، فيا رب يكون انبسطتكم انتوا كمان، ولو اتبسطت شيره عشان في حد تاني يتبسط. ف كان هو ده يعني ايه الدرس بتاع النهاردة، لو عجبكم ونعمل دروس تانية زي دي قولولي تحت في الكومنتات. و كان معكم يوسف محمد من قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز، اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي. و سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلوا على النبي، والسلام عليكم.